رجعنا سيارتك هناك؟ رجعنا سيارتك؟ بدي السيارة اللي وراك. لك شو أنا أولاد؟ نزل عن سيارتك اللواء على رجليك عشان ما أشهدك شحط. بعدك عصفيني ولا جاي تشمل هيك وهيك بس انا الخطاب ما حدا يعطي يا طبيب وعد السيد الرئيس ما بيعني وعد حيدر ما هيك يا عمرو والله صار صورت يا حيدر صرت تحكي مع عاصم في الطريق اسمعني يا ولد اوعك توصف البيوت العسكري لانك مره بتوصف فيني ومره بالناس بتكعبوا على رقبتك هذا الوقت اللي كنت عم بتهددني فيه عطاله ونازله بامكانه هلا يدوس على راسك ومثل ما بتعرف الصباط قيمته من قيمه اللي لابسه لذلك بدي اياك تهدى وتروق وتفهم بان المعادله اختلفت يا سياده القائد صباط حيدر بهي اللحظه ابليس وراس عاصي وراس سليم عليها سليم بوسيدك ما تنزل مش قادر اتحمل طول بالك شوي انا خايفه يقتلونا ما كان فيه فوت التطليعة الحلوة نظرة الزل اللي بعيونك هلا رح تخلينا هيك شيء وسكران لآخر لحظة بحياتي لأنك يا ابن حصافي لا يا ابن ورح أضغط بدي أكد بالسند جواتك أنا بهي اللحظة في موجع العزرائيل ياخذك شطه بطاله شله بدي اياك تعيش كثير بدي اياك تطول يا عمرو يا عمرو والله هيك تنعش بشوفك المسخره شطوا على سيارته خلينا نعمل لا